مشاهدينا، أنا دكتورة دعاء من عيادة بلال التجميل والليزر. حابة اليوم أحكي عن موضوع الخيوط. الخيوط عندنا خيوط للشدو، أكو خيوط للنظارة، خيوط خاصة بالوجه، خيوط خاصة بالجسم. ما يتعلق بخيوط الشد اللي هي أكثر طلب دا يجي عليها، إحنا نستخدمها للناس اللي تبدي عندهم ترهل بالوجه، أما بسبب التقدم بالعمر أو بسبب خسارة الوزن بفترة قصيرة. إذا كانت المراجعة رافضة شد الوجه جراحياً، فعملية الشد بالخيوط هي تكون الخيار الأمثل إلها. نتائجها جداً طبيعية، نتائجها حلوة. هون هو آمن، هو كلش آمن إذا كانت الخيوط المستخدمة نوعية جيدة والتقنية باستخدامها تقنية صحيحة. تطول سنة إلى سنة ونص الشغلات اللي وهي كلها تعتمد على التزام المراجعة بالتعليمات اللي بعد الجلسة. لازم تبتعد عن الحرارة، لازم ما تمارس رياضة أو شغلات هواية، تعليمات من تلتزم بيها راح تحصل على نتيجة كلش حلوة للخيوط. أسئلة تجينا من المراجعات إنه هل هي كافية، تحتاج وياها فيلر، تحتاج وياها بوتوكس؟ أكيد حسب الحالة. أكو مراجعين يحتاجون ويا بوتوكس، يحتاجون ويا فيلر حسب حالته، كمية الترهل اللي صايرة عندها بالبشرة. هاي معلومات بسيطة وعامة عن الخيوط. إن شاء الله تكون فادتكم، ونلتقيكم في حلقات قادمة.